مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار اليوتيوبرز. تمكن سيد من قناة شبكة ألعاب العرب من تخطي حاجز 13 مليون مشترك على يوتيوب، فألف مبروك لسيد. صرحت أسو أن المفاجأة اللي عم بتحضر لإلها بالأشهر ممكن تعلن عنها بعد أسبوع من اليوم بهالستوريهات. مرحبا بقلبي، المفاجأة اللي صار لي أشهر أشتغل عليها حيبدأ عدد تنازل الحقيقة هالمرة، ما بقى شيء والله العظيم. يمكن أسبوع الجاي راح أقول لكم شنو هي. من بعد ما شارك طوني بخبر إصابته بمرض فيروس كورونا، شاركت تالين تيوب هذا الستوري من بعد ما حضرت الفيديو تبعه. اوكي، وهلا كنا عم نشوف الفيديو اللي منزلينه سوبر فاميلي انه طوني منصاب بالكوفيد 19. فاول شيء طوني راح اقول لك ان شاء الله يا رب معافى وبتخلص هاي القصه باسرع وقت، ترجع بتشوف عائلتك بخير وسلامه. عن جد الوضع صعب. اما اسامه مروه فصار متواجد حاليا بدبي، فشارك هالستوريهات وهو مع غيث مروان، فبعد ايام راح يطلقوا اغنيتهم الجديده مع بعض. فكم نسبه حماسكم للاغنيه والفيديو كليب؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. اوكي يا جماعة، انا باخر هالليل حبيت اعطيكم خبر ابديت سريع، واللي هو انه انا بدبي. والله تصيع. المهم احنا متأخرين هلا باخر الليل، رايحين نظبط بقى. لا أما بخصوص مرض نور ستارز، فطلعت إشاعات كتيرة بخصوص هذا المرض، من بينها نور مريضة بفيروس كورونا، خاصة بعد ما نشرت نور ستارز آخر صورة على حسابها على إنستغرام وكتبت قبل كورونا لما الحياة كانت طبيعية بميلان بإيطاليا، وخاصة بعد ما عملت أم نور ستارز لايك على تعليق متابعة واللي كتبت اتصور معها كورونا، إن شاء الله نشوفك بخير يا رب. فهذا الخبر غير مؤكد لحد الآن وممكن يكون غير صحيح، فخلونا ننتظر نور لترجع وتخبرنا عن اللي صار معها. ادعو لها بالشفاء العاجل. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.